الميدالية الذهبية هي أثمن ميدالية يمكن لأي رياضي أن يحققها في الألعاب الأولمبية الشتوية والصيفية، وهي أكثر قيمة من الميداليات الفضية والبرونزية. من السهل معرفة السبب لماذا سميت بالذهبية، ولكن هل الميداليات الذهبية الأولمبية مصنوعة من الذهب حقا كما تبدو؟ بالرغم من اسمها إلا أن الميدالية الذهبية فضية ونحاسية أكثر من ما هي عليه ذهبية، لأن الفضة والنحاس يشكلان في هذه الميدالية نسبة أكبر بكثير من الذهب. الميداليات الذهبية مزيج من الفضة والنحاس والذهب، وهذه الأخير لا يشكل سوى نسبة قليلة من الميدالية، بينما تشكل الفضة 92%. تصنع الميدالية بمزيج الفضة مع النحاس، وفي النهاية يتم طلاء الميدالية بطبقة رقيقة من الذهب لمنحها الشكل الذهبي المميز. هذه الحقيقة يعرفها جميع الرياضيون، وهذا هو الذي يجب أن تكون عليه الأمور. فلو كانت الميدالية مصنوعة حقا من الذهب لتكبدت اللجنة الأولمبية خسائر مالية كبيرة. قديما كان الفائز بمنافسات الألعاب الأولمبية يحصل على إكليل زيتون مصنوع من أوراق الزيتون البرية بدلا من الميداليات الذهبية. حصل الرياضيون على الميداليات لأول مرة في دورة 1896، وإن ذاك حصل الأول على الميدالية الفضية، وحصل الثاني على الميدالية البرونزية. وفي دورة 1900 حصل الرياضيون على كؤوس بدلا من الميداليات ليعود تقليد الميدالية مرة أخرى بعد هذه النسخة باستخدام الذهب. كانت الميدالية الذهبية مصنوعة بالكامل من الذهب، ولكن الأمر سيتغير بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما أصبح الذهب أكثر قيمة. الميداليات الحالية يجب أن تكون مصنوعة من 92% من الفضة على الأقل، ويجب أن تحتوي على 6 جرام من الذهب على الأقل.